معلومات للأشخاص في مراكز الاستقبال الابتدائي. ما هو الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه من مكتب العمل؟ عندما يسمح لك بالعمل، يمكنك أن تحصل من مكتب العمل على خدمات معينة تساهم بتسهيل دخولك إلى سوق العمل في ألمانيا. من الخدمات التي يقدمها مكتب العمل الاستشارات والوساطة للوظائف الشاغرة. يمكن لمكتب العمل أيضا تحمل تكاليف تقديم طلبات العمل وملابس العمل. بالإضافة إلى تحمل تكاليف الشهادات الصحية وتكاليف الاعتراف بالشهادات الأجنبية وغيرها. بالإضافة إلى دعم إجراءات التفعيل والاندماج المهني والتي تنفذ من معاهد التأهيل أو من قبل أرباب العمل، وأيضا دعم مشاركة الأشخاص المعاقين في الحياة العملية. يمكن لأرباب العمل الحصول على حوافز مالية من أجل الأتعاب إذا قاموا بتوظيف طالبي اللجوء أو الممنوعين من الترحيل أو إذا وفروا لهم فرص تدريب مهني. يمكن لطالبي اللجوء من سوريا وإرتريا والصومال أن يحصلوا على بعض الخدمات حتى وإن لم يسمح لهم بالعمل بعد. في حال ابتدأ طالبي اللجوء أو الموقف ترحيلهم تدريبا مهنيا، فبإمكانهم أيضا الحصول على الدعم من مكتب العمل، مثلا كمساعدات مرافقة للتدريب. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ولديك أسئلة، نحن نقدم لك المساعدة والدعم. من خلال الموقع الإلكتروني المسجل بالأسفل يمكنك إيجاد مساعدة ضمن منطقتك.